بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعًا، يعني أربع مسائل، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. أبو سعيد رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة رضي الله تعالى عنه. حدثنا علي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا يسافر للأجر والفضل إلا إلى 3 مساجد، لا يسافر لأجل الأجر والفضل إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، نسأل الله تعالى القبول والمغفرة. والصلاة في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، 1,000 صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود وأنت على كل شيء قدير. فلا يسافر إلى قبر فلان أو نحو ذلك، لا يجوز السفر لأجل الأجر إلا إلى 3 مساجد، لا إلى قبر فلان ولا علان، بل إلى 3 مساجد: المسجد الحرام للحج والعمرة وطلب الثواب، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، والمسجد الأقصى للصلاة فيه تقربًا إلى الله جل جلاله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وأما المسجد الحرام فهو 100,000 صلاة، نسأل الله القبول والمغفرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ما روى أحمد رحمه الله من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، أي المسجد النبوي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه ابن حبان رحمه الله من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، يعني 100,000. نسأل الله القبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره، أي مسجد قباء، راكباً وماشياً، يعني تارةً راكب وتارةً ماشي. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون. هذا ابن عمر يقول: ولا أمنع أحداً أن يصلي في أية ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، أي لا تصلوا تقصد الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأن في ذلك الوقت الكفار يسجدون للشمس، فلا يجوز التشبه بهم. باب من أتى مسجد قباء كل سبت، يعني كل يوم سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً، وكان عبد الله بن عمر، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله، أي يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً، تارةً ماشي على القدمين وتارةً راكب. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكباً وماشياً. زاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه 2 ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أن الصلاة في ذلك المكان تقربًا إلى الله فيه ثواب عظيم. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل الصلاة في الروضة تقرباً إلى الله جل وعلا. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة
عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، ومعنى آنقنني أي عجبني، فأعجبنني وآنقنني أي أعجبني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، صيام يوم العيد محرم عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، من الصلاة بعد الفجر وبعد العصر بدون سبب منهي عنه، وأما إذا كان هناك سبب كدخول المسجد ونحو ذلك فيباح. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسفر لهذه المساجد عبادة لله، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق رحمه الله قلنسوته التي على رأسه في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، هذا الرسغ، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة، اضطجع ابن عباس في عرض الوسادة، هذا عرض الوسادة، وضع رأسه في عرض الوسادة والنبي وأهله في طولها صلى الله عليه وسلم. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. فقراءة القرآن حفظاً يجوز على غير وضوء، وأما مس المصحف فلا يمس المصحف إلا على وضوء. ثم قام إلى شن معلقة أي قربة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده،
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني ست تسليمات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. والمأموم إذا كان واحد يقوم عن يمين الإمام، فابن عباس قام عن يساره فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. فالمصلي لا يتكلم مع الناس ولا يرد السلام باللسان وإنما بإشارة اليد، فالكلام ممنوع في الصلاة. حدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق ابن منصور حدثنا هريم ابن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت، فلا تتكلم في الصلاة إلا بأذكار الصلاة، قراءة القرآن أو التسبيح أو الحمد الذي هو من أعمال الصلاة من أذكار الصلاة، وأما الكلام غير ذلك فمنهي عنه. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، يعني صار بينهم نزاع فذهب ليصلح بينهم صلى الله عليه وسلم، فالإصلاح بين الناس من الأعمال الصالحة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال وحانت الصلاة أي حضر وقت الصلاة، فجاء بلال رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر، ذهب ليصلح بينهم فتأخر، فتأم الناس أن تصلي أبا بكر بالناس، قال نعم إن شئتم، فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل رضي الله عنه هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، يعني ينبهون أن الرسول قد حضر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لأن الالتفات في الصلاة من غير ضرورة ممنوع، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، أي في الصف الأول، فأشار إليه مكانك، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن يتم الصلاة،
فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على هذه النعمة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يصلي وراءه، فحمد الله ثم رجع القهقرة، أي رجع على الوراء، ثم رجع القهقرة وراءه أي أبو بكر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فإذا كان إذا كانت الصلاة في الركعة الأولى وحضر الإمام الراتب فيتقدم إذا شاء، وأما إذا كان الأول قد صلى ركعة فلا يتقدم الإمام حتى لا يصير يعني تشويش. ففي هذه الصلاة كانت الركعة الأولى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى أبو بكر كان مأموماً. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله، التحيات لله، والصلوات جميع الصلوات لله، والطيبات أي جميع الكلمات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ما يحتاج أن تذكر الأسماء، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ما يحتاج. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح لله عز وجل. هذا التشهد في الصلاة. باب التصفيق للنساء إذا سهى الإمام، الرجل يقول سبحان الله، أما المرأة تصفق، تنبيه للإمام أنه قد سهى. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا سهى الإمام الرجل يقول سبحان الله، فينتبه الإمام ويعلم أنه قد سهى، وأما المرأة صوتها فتنة، ما تسبح ولكن تصفق، فيفهم الإمام أنه قد سهى. باب من رجع القهقرة يعني على الوراء في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر ابن محمد، أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في الفجر، في صلاة الفجر، بينما هم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، أي فرح بما رأى
المسلمون يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، يعني رجع إلى الوراء، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، أي أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته. ابنها كان من العباد، من عباد النصارى الرهبان، كان في صومعته أي مكان العبادة، فأمه نادته قالت: يا جريج، اسم الولد. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني تردد هل يتم الصلاة أو يجيب أمه. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني لم يجبها واستمر في الصلاة. قالت الأم: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس، يعني في وجه الزواني. لما أنه لم يجبها دعت عليه: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس، يعني وجه الزواني الزانية. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، امرأة ترعى الغنم كانت تأتي عند صومعة جريج، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج. كذبت، اتهمته وهو بريء. قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، الولد اسمه، الطفل اسمه بابوس، يا بابوس من أبوك؟ قال: راعي الغنم. الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الطفل لتبرئة جريج من التهمة. قال الحافظ ابن حجر: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، أي هل يجيب، هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. المهم أنه لم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها، ولكن برأه من التهمة رحمه الله. باب مسح الحصى في الصلاة، يعني مكان السجود يجوز أن يمسح الحصى ويصلح مكان السجود مرة واحدة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلاً فواحدة، أن يعني كان لابد تصلح محل السجود فمرة واحدة لا كل مرة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، يعني إذا كان هناك حر. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر، حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا
أن يمكن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. إذا كان لا يقدر أن يسجد يجوز أن يسجد على سجادة أو على ثوب. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل والبيت ضيق، فكانت عائشة أم المؤمنين تنام أمام الرسول معترضة، فإذا أراد أن يسجد البيت ضيق، فإذا أراد أن يسجد يغمز رجلها فترفعه فيسجد، فإذا قام مدت رجلها. وفيه أن المس العادي لا ينقض الوضوء. إذا مس الرجل امرأته وهو للضرورة فلا ينقض الوضوء، أما المس بشهوة هذا هو الذي ينقض الوضوء. حدثنا محمود، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة، ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، أي خنقته، ولقد هممت أن أوثقه، أي أن أربطه إلى سارية، أي عمود من أعمدة المسجد حتى تصبح فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والله تعالى سخر لسليمان عليه السلام الشياطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان عليه السلام فلم يربط الشيطان. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل حتى تبقى دعوة سليمان عليه السلام على ما هي عليه، فرده الله خاسئاً، أي رد الله الشيطان ذليلاً. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال، أي خنقته فدعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، ومعنى فدعته أي خنقته. الرسول عليه الصلاة والسلام خنق الشيطان و سلم من أذاه. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة رحمه الله: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق ابن قيس قال: كنا بالأهواد سنبلد نقاتل الحرورية، أي الخوارج، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة نازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، ذلك الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجعل رجل من الخوارج يقول، يعني يتكلم على أبي برزة: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيره، وإني
إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها أتركها ترجع إلى مألفها فيشق علي. إن كان يصلي ولجام الدابة في يده، فكانت الدابة تمشي وهو يمشي وراءها وهو يصلي، وكان هذا الخارجي يعني اعترض عليه وأعابه، فقال أبو برزة رضي الله عنه: إني إن كنت أن أرجع مع دابتي، أي الدابة تمشي وأنا وراءها، أحب إلي لأن أكون أصلي وأنا مطمئن، أحب إلي من أن أدعها أترك الدابة ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما، أي الشمس والقمر، آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك، أي الكسوف أو الخسوف، فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته. الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة، يعني قطف ثمر من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم ولكن ما أخذ، أراد أن يأخذ ولكن لم يأخذ. ولقد رأيت جهنم، اللهم أجرنا منها، يحطم بعضها بعضاً، حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وسيب السوائب ودعاهم إلى عبادة الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه في النار لأنه دعا إلى الشرك. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني رجل تنخم أي مخاط أو بلغم رماه في قبلة، فرأى النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فتغيظ أي غضب على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، المسلم إذا قام يصلي فالله قبل وجهه، فلا يجوز أن يبصق أمامه، بل عليه أن يتأدب ويخشع بين يدي الله تعالى. إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أي لا يتفل، أو قال: لا يتنخمن، يعني في القبلة. ثم نزل فحتها بيده، أي نزل عن المنبر وحتى ذلك تلك النخامة من المسجد بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، يعني إذا كان هناك حصباء أو بطحاء، وإلا يبصق في طرف ثوبه، لا يبصق في قبلة المسجد ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى أو في طرف ثوبه. حدثنا محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، العبد إذا قام في الصلاة فإنه يتكلم مع الله عز وجل، فلا بد أن يخشع ويتأدب.
فلا يبزقن بين يديه أي أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. فلا بد من الأدب والخشوع بين يدي الله عز وجل. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو كشف ستر حجرته فجعلوا يصفقون، وذلك قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 217 فصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففيه فضل ذكر الله تعالى بالأذكار الشرعية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الأذكار الشرعية. ففيه فضل الذكر وأن ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الذي يذكر الله بالأذكار الشرعية حي والذي لا يذكر الله ميت. فينبغي للمسلم أن يجعل ذكر الله في لسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. فالمسلم يظن في ربه خيرا يظن في ربه أن يرحمه ويلطف به، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويحذر المعاصي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه أي سرا ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم يعني عند الملائكة عليهم السلام. متفق عليه. ففيه فضل ذكر الله تعالى بالأذكار الشرعية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كنز من كنوز الجنة ثوابه عظيم وفيه الافتقار إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله تعترف بأنك لا قدرة لك على شيء إلا بمعونة الله عز وجل. لا حول يعني لي ولا قوة يعني لي إلا بالله أي إلا بإعانة الله تعالى. تفتقر وتعترف بافتقارك إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا كنز من كنوز الجنة، أي ثوابه عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. فإذا ذكرت الله، الله معك، يسمع ويرى ويرحمك سبحانه وتعالى. رواه البخاري رحمه الله. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. فعلينا أن نلزم ذكر الله بالأذكار الشرعية. رواه الترمذي رحمه الله وحسنه، وابن ماجه رحمه الله، وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. قال: وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي والأصبهاني رحمهم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الباقيات الصالحات، الله يثيب على من قال هذا الذكر: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة وآمن بالله وحده لا شريك له، وسبحان الله، أي الله منزه عن كل نقص وعيب، والله أكبر، الله أعظم، لا عظيم سواه، والحمد لله، الله متصف بالكمال والجلال والعظمة، ولا حول أي لي ولا قوة أي لي إلا بالله، أي بإعانة الله عز وجل. أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله أفضل من ذلك كله. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطباً من ذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن، بل فيهما بل منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. ذكر الله في الركوع والسجود هذا هو المشروع،
وأما قراءة القرآن ففي القيام، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، يعني على حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والناس صفوف خلف أبي بكر في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها لنفسه أو يراها له أخوه المسلم. النبوة قد ختمت، لكن المبشرات من الله عز وجل، يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، أما الركوع فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يُستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود رحمهم الله. وكذا التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذا التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، يعني كل في وقته. وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، يعني وقت الأذان. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه، أي مال عنه إلى غيره، اختلت الحكمة وفقدت المصلحة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرى أو الدعاء أنفع له من القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل، إلى الأذكار المقيدة بمحال مخصوص. والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرى أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل، أن يميل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه، أي يبعد عنه الشيطان. وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة وذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى، وأحدث له تضرعًا وخشوعًا وابتهالًا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع. وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة عليهم السلام يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا، أي نادى بعضهم بعضاً: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك
ويحمدونك ويمجدونك أي يعظمونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال: فهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة عليهم السلام: فيهم فلان، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. ولذلك حث صلى الله عليه وسلم على الجلوس في مجالس الذكر وشبهه بروضة الجنة. وروى الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وروى أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. فيجب على المسلم أن لا ينسى ذكر الله. وروى مسلم رحمه الله عن حنظلة ابن الربيع الأسدي رحمه الله قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاففنا الأزواج والضيعات أي المتاع، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك وتذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة عليهم السلام على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة ذكر الله وساعة يعني خدمة الأهل والأولاد في المباح